يقول السائل: هل يصح أن يسأل سائل الألباني أعلم أم البخاري؟ كأنه يريد انتقاص الألباني. حسبي الله ونعم الوكيل. الألباني عالم جليل، انظروا إلى أعماله، هل تجدون أحدا فعل مثل ما فعل؟ حبس نفسه 80 سنة في المكتبة الظاهرية يكتب ويؤلف ويتابع ويمحق، ومع ذلك يقولون أن الألباني يعني. سبحان الله، الله يغفره ويرحمه ويرفع درجته في الجنة. لقد عمل عملا قل من يصل إليه، يعني وضح وبين، قسم يعني السنة قسمها إلى صحيح وغير صحيح، صحيح وضعيف، الصحيح الحال والضعيف الحال. وكما قال الحجاج: وضع الاحترام ودائما، ومع ذلك نلوم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم.